إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشاهير القراء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا هذه الحلقة مشاهدينا الكرام تأتيكم من العاصمة المصرية القاهرة، وتحديدا من قلعة صلاح الدين من جوار جامع محمد علي باشا. ضيف هذه الحلقة مشاهدينا الكرام واحد من أكابر قراء مصر والعالم الإسلامي، ضيف هذه الحلقة واحد من مشاهير القراء، ضيف هذه الحلقة هو القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع. قارئ الرؤساء والملوك الدكتور الطبيب أحمد نعينع بدأت رحلته مع كتاب الله وهو في الرابعة من عمره في كتاب قريته، وأتم حفظ كتاب الله وهو في الثامنة من عمره. التحق بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، ولم يشغله ذلك عن مواصلة رحلته مع القرآن، فتعلم القراءات العشر أثناء دراسته في كلية الطب على يد الشيخ محمد فريد النعماني وزوجته الشيخة أم السعد، وترقى في دراسته الأكاديمية حتى حصل على الماجستير والدكتوراه في طب الأطفال. إذن شيخ الدكتور أحمد نعينع، أرحب بك مرة أخرى في برنامج مشاهير القراء. حقيقة دكتور سعداء جدا جدا بهذا اللقاء مع علم من أعلام مصر وأعلام العالم الإسلامي، سعداء جدا بهذا اللقاء، وحقيقة كنا ننتظر هذا اللقاء بشوق، لأنه نحن أمام قامة إقرائية كبيرة، ونود أن نستغل كل دقيقة من دقائق هذا اللقاء فيما هو نافع. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير. جزاك الله خير. دكتور نعينع، أنا حقيقة أبدأ مع ضيوفي دائما مع البدايات، كيف كانت بدايات الدكتور نعينع؟ البدايات من الطفولة المبكرة جدا، يعني في سن 3 سنوات يعني رحت الكتاب. نعم. جدي وداني الكتاب، وبعدين لما عرفت الخط كانوا بيعلموا عربي وقرآن بالتلقين، يعني نعم. الشيخ يقرأ آية وأقرأ وراء. هذا كان في أي مدينة؟ كانت في مدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ. نعم. ده المولدي. نعم. وبعدين كان في قارئ اسمه الشيخ أمين هلالي، كان قارئ مجيد في بلدي. نعم. كنت أقلده لدرجة إن مثلا معظم القرآن حفظته من السماع. من السماع. لما جيت الكتاب الشيخ ما خدش معايا سنة في حفظ القرآن، كنت سن مبكرة قبل دخول المدرسة أو مع دخول المدرسة الابتدائية، حفظ القرآن كله سماعي، وهو صلح لي شوية وحفظنا شوية قليلين. يعني إكمال القرآن كان في أي عمر؟ يعني تقريبا في سن 8 سنوات. يا سلام. يا سلام. ليه؟ أنا كنت سمعه. نعم. من وكنت أقلد بالصوت، وكنت شغوف ان انا اقرا الذي يقراه الشيخ. بعد كده الشيخ مصطفى اسماعيل جاء بلد جنب بلدنا، سمحته لقيت فيه طريقه اخرى للقراءه عجبني، وتعلقت بيه وبقيت اقلد. وبعدين في المدرسه الاعداديه والابتدائيه والابتدائيه والاعداديه والثانويه كنت اقرا القران في المناسبات. نعم. الاحتفالات المدرسه. نعم. وفي المسجد اللي جنب بيتنا اقرا صلاه الجمعه او صلاه العصر. نعم. بين الأذان والإقامة، ورحت كلية الطب اسكندرية. ما شاء الله. إذن إلى 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 مرحلة كلية الطب، يعني القراءات، ممن أخذت القراءات؟ أنا حفظت القرآن على شيخ اسمه الشيخ أحمد الشوة. نعم. في أوتوبيس، وقرأت لما رحت اسكندرية قرأت القراءات العشر على الشيخة أم السعد. ما شاء الله، صاحبة الأسانيد العالية.
نعم. سنتها أعلى سنة من أعلى الأسانيد ما شاء الله. وجوزها الشيخ محمد فريد نعمان. كم سارق معك القراءة؟ قعدت 10 سنين وأنا في الكلية وبعد الكلية أقرأ وأروح لهم، وكانوا ما عندهمش أولاد، ما خلفوش أولاد، وكنت زي ابنهم، وكنتنا قلة يعني يعني اللي بيحفظوا عندهم القراءات يعدوا على أصابع اليد الواحدة. ذروة إعجابك بالشيخ مصطفى إسماعيل كيف كانت أو متى كانت؟ وأنا صغير، طفل صغير جاء في بلد جنب بلدنا، فسمعته مباشرة، أعجبت به. أيام أعجاب كنت أسمعه في الإذاعة ما خدش بالي منه، لما شفته مباشر لقيت موضوع تاني. الحفلة، القراءة في الحفلة غير قراءة الإذاعة. طيب البداية الحقيقية للدكتور نعانع في مصر وين كانت؟ في أي عمر؟ يعني تراها نقطة أو حدث مفصلي في تاريخك؟ أقول لك تعبير إنجليزي ممكن؟ It is an inborn character. نعم، هذا البداية، بداية مع الولادة. أنا أطلع سن 3 سنين رحت الكتاب، وأحاكي أصوات القراء وأصوات المطربين وأصوات صوت أم كلثوم وصوت عبد الوهاب وصوت فريد، كنت أحاكيهم وألتهم، وأصوات الحيوانات وأصوات المية وصوت المية وصوت كل ده. كانت عندي هذه الموهبة، فالبدايات بتاعتي من الطفولة المبكرة بعد الولادة. لا يعني لا يوجد حدث مميز نقلك من، يعني دعني أتكلم عن عالم الشهرة، الدخول في عالم الشهرة، الاشتهار عبر وسائل الإعلام. عبر وسائل الإعلام. السبب فإنه كنت أقرأ في مسجد سيدي علي السماك في الإسكندرية. وده قطب صوفي كبير جدا، وكان ابن الشيخ أحمد زين العابدين السماك يحاضر في المسجد ويستفسر القرآن تفسيرا حديثا صوفيا. فكنت أقرأ القراءة اللي قرأ الصورة اللي هو قبل الجمعة. دي وظيفة في مصر يعني قارئ الصورة. وأنا كنت طالب في كلية الطب، وبعد ما كنت طالب فعملوا مولد السيد علي السماك، فالتفت لقيت الإذاعة جت واستخدمت قارئ معاها. حلو. إزاي أنا ما أقرأش؟ قالوا أنت مش معتمد في الإذاعة. يعني إيه معتمد؟ قالوا يعني لازم تمتحن. ها دي سبب إن أنا رحت أمتحن في الإذاعة عشان أكون قارئ في الإذاعة، عشان لما الإذاعة تيجي مسجد سيدي علي السماك أنا اللي أقرأ. ما مش عامل مين كان في اللجنة؟ مين كان في اللجنة أيامها؟ كان أيامها اللجنة الشيخ رزق خليل حبة، كان شيخ القارئ، يا سلام، والشيخ عفيف الساكت، والشيخ محمد مرسي، والشيخ الصادق قمحاوي. وكان قبلها يعني قالوا لي هو غايب الشيخ عبد الفتاح القاضي، معروف شيخ المقارنة المصرية، معروف، هو غاب في اللجنة بتاعتي. وفيها موسيقيين زي محمود كامل مؤرخ موسيقي وملحن، احمد صدقي، سيد مكاوي. انطباع اللجنه عنك؟ انطباع اللجنه ان نجحت من اول مره. يا سلام. لدرجه ان المؤرخ الموسيقي واحمد صدقي، محمود كامل ومحمود صدقي، كانوا هم في لجنه القراء ولجنه المطربين. نعم. فقالوا يومها ما جالناش من ايام عبد الحليم حافظ موهبه بهذا الشكل. نعم. الله. قلت له ما ايه جاب عبد الحليم حافظ لكم؟ قالوا ما احنا في اللجنه اللي اعتمد عبد الحليم حافظ برضه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. بعد تخرجه من كليه الطب عمل في المستشفى الجامعي بالإسكندرية، ثم أصبح نائباً لمدير المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، ثم أصبح مجنداً بالقوات البحرية برتبة ملازم أول طبيب. كان دائم التلاوة والترنم بآيات الكتاب، خصوصاً في الاحتفالات الرسمية. كانت أولى تلاوة رسمية له بحضور الراحل أنور السادات عام 1959 للميلاد، وقرأ في حفل للقوات البحرية بحضور الرئيس الراحل أنور السادات عام 1967 للميلاد، فأعجب بصوته كثيراً، وتكررت قراءته في مختلف الاحتفالات، حتى أمر السادات بأن يدعى في كل احتفال أو صلاة جمعة يحضرها، ولهذا أطلق عليه لقب قارئ الرئاسة. سافر إلى كثير من دول العالم، وقرأ عند كثير من الملوك والرؤساء، حصل على المراكز الأولى في العديد من المسابقات القرآنية.
شيخ دكتور أحمد نعيم، الآن نتحدث عن قصة انتقالك من الإسكندرية إلى القاهرة. انتقالي من الإسكندرية إلى القاهرة كان مجند، كنت مجند في القوات البحرية. ملازم أول طبيب احتياط. وقرأت، كنت مشهور في إسكندرية شهرة كبيرة قبل الإذاعة. في البحرية أنا كنت قارئ البحرية بقى في القوات المسلحة. فجلس الرئيس السادات على رصيف 9. في أي سنة كان هذا؟ في أعتقد 78. 78. وكان بس الشيخ مصطفى اسماعيل كان عايش في أولها. نعم. لأن هو مات الشيخ مصطفى في ديسمبر في آخر 78. نعم. أنا فاكر التاريخ. وكان الخلفية بتاعتنا اليخت المحروسة قدامنا البحر على رصيف 9. وقرأت القرآن في وجود، وكان يلبس الزي البحري الرئيس السادات، وأنا ألبس ملازم أول، أو كنت أيوه ملازم أول وأقرأ. فأعجب بي، القراءة ضربت في دماغه يعني، كان سميع. بعد كده الصيادين عملوا حفلة في اسكندرية قالوا يوم الصياد أهو. حلو. شيخ علي زريق ده كان شيخ الصيادين وراح للرئيس السادات في المعمورة ولا فيه، قال له عاوز أعمل يوم، كان بيستقبل يعني. وجيت في يوم الأطباء استخدموني من القاهرة زي ما حكيت لحضرتك، وجيت القاهرة أقرأ أمام الرئيس. كانت الثالثة تبتة، راح نقلني من اسكندرية، ضمني إلى السكرتيرية الخاصة لسيادته طبيبا خاصا وقارئا في المحافل التي يحضرها، صلاة الجمعة، حفلة، أي حاجة. كنا نروح وادي الراحة يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، الرئيس الزعيم أنور السادات يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في وادي الراحة، وأنا أقرأ كل يوم، شوف عارضة شرط يوم، وهو يقعد يستمع. يا سلام. الرؤساء والملوك الذين التقيت بهم كثير يعني، الملك خالد قبل كده ابن عبد العزيز، الملك فهد، الملك حسين، الأمير الحسن بن طلال، جلالة الملك الحسن، جلالة أمير البحرين، في سوريا، في العراق. قرأت برضو في أيام ما وضعت الحرب أوزارها بين العراق وإيران، يعني في سنة 88 تقريبا، 89 في يناير، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، رحنا 500 واحد ما شاء الله. وقرأت، وكان حاضر الرئيس صدام حسين في الاحتفال. يا سلام. طيب الدكتور أحمد نعيم، انتقل معك إلى محور آخر، تأثرك بالشيخ مصطفى إسماعيل. هل أثمر عن علاقة شخصية بالشيخ مصطفى إسماعيل؟ وكيف أثر هذا على تلاوتك، على أدائك؟ بقت علاقة شخصية. أنا كنت أعرفه من طرف واحد من سنة وأنا طفل. نعم. يمكن 11 سنة. لأن أنا كنت صغير، ما أقدرش يعني أن أنا أصادق واحد كبير يكبرني بخمسين سنة مثلا. صحيح. لكن سنة 78 بالذات. دخلت كلية الطب، و يعني بداياتي في كلية الطب استمعت إليه، كنت كبرت يعني شوي، استمعت إليه في المحافل في اسكندرية. سمعني واحد، قدمني له، سمعني، فرح بي قوي وقال لي يا سلام، يعني كنت بقول نغمة من النغمات اللي بيقولها، قال لي يا ده أنا ما قلتش النغمة دي إلا بعد سن الخمسين سنة. الله. وانت خدتها كده جاهزة، اسمها ايه دي؟ قلت له ما اعرفش. نعم. ما كنتش اعرف يعني المقامات. نعم. الموسيقية. نعم. انا بقول بالسليقة. نعم. ولذلك. نعم. الموهبة هي الاساس، مش واحد يقول لي اتعلم المقامات واقرأ. صحيح. ازاي؟ صحيح. من الله، سليقة. نعم. من الله سبحانه. يعني اقصد هل هو تمرين، هل هو سماع، هل هو، لا هو مزيد قال من الابداع؟ هو قال لي انا استمعت للقراء السابقين كلهم، عمل لي كده. يعني سمع الكل، سمع وتأثر بمن قبله وأضاف أضعاف أضعاف ما سمعه. يا سلام. وكان محمد عبد الوهاب أنا عرفته 10 سنين. نعم. من سنة 81 ل 91 إلى أن توفاه الله. كان يقول لي قمة التقليدي. نعم. هي بداية الإضافة. يعني الشيخ مصطفى خد، وأنا خدت من الشيخ مصطفى إسماعيل وقلدته تماما وحفظته وهضمته، خلاص بقيت أضيف لأن عاوز حاجة تانية. هل هو كان بيضيف؟ نعم. أضاف أضاف أضاف. وهل أضاف لك محمد عبد الوهاب شيء باعتبار أكثر من 10 سنوات؟ محمد عبد الوهاب كنت أروح له كل يوم خميس الساعة 9 بالليل. نعم. وهو بيتعشى ونقرأ لمدة ساعتين، وكان بطيء. صلوا مع بعض كنتوا؟ إحنا الاثنين مع بعض، يمكن معنا ساعات مجدي العمروسي المستشار القانوني. نعم. يمكن ضيف مثلا الأستاذ محمود كامل. نعم. المؤرخ الموسيقى الله يرحمه، الله يرحمهم جميعا. نعم. فكان وهو بياكل وأنا قاعد أقرأ يقوم يكتب
جمل موسيقيه. قول لي انت قلت، طب انت قلت الالف اللي انا اقولها كده، اجي اقولها ما اعرفش انا قلتها ازاي، هو يقولها لي لانه كتبها. نعم، كان يعطيك اضافات متخصص. نعم، وكان ساعات يقرا لي انا بقرا، يقول لي طيب انت قفلت القفله دي حلو، طب انا هقفل لك قفله نفس الايه، قولها كده، يقولها بالراحه، قولها بالشباب بقى بالشباب، اقولها. قال لي دي بقى هتعجب الجمهور قوي، وفعلا اقراها في اي حته الاقي الاعجاب من كل ناحيه، فكنت بستفيد منه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دكتور أحمد نعينع، كيف تتجهز للتلاوة؟ لما يكون عندك اليوم حفلة مثلاً تريد تقرأ، ما هي الإجراءات اللي تقوم بها؟ ما هو أهم حاجة النوم. النوم. كان عبد الوهاب يقول لي، أستاذ عبد الوهاب، خميرة الصوت النوم. النوم. سلام. النوم يريح الصوت. يا سلام. اثنين، الأكل. نعم. لا يكون الأكل متخم، يعني حاجات تقيلة ومسبكة، لا يكون لايت. نعم. خفيف. لايت دايت أو وجبة خفيفة. دكتور أحمد نعينع، في لو عملنا قياس طول نفس لشخصين وكلاهما طلع النفس متقارب وطلبنا من هذا يقرأ ومن هذا يقرأ، حنشوف هذا تكون قراءته طويلة وهذا قراءته قصيرة، هذا يعتمد على ماذا؟ يعني الآن أنا ممكن أعطيك آية طويلة تستطيع أن تأتي بها بنفس واحد، وقد نأتي بشخص نفسه مقارب لنفسك لكن أربع خمس كلمات ويتوقف، يعتمد على ماذا؟ يعتمد طريقة الأداء، طريقة الريتم بتاعه إيه؟ في واحد ريتمه بطيء. نعم. يعني مثلا إن الذين ده بياخد وقت، لكن هي لما تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كده. الحنجرة تطاوعك دائما ولا مش دائما تطاوعك؟ لازم أنا كل يوم أقرأ على قدر الحنجرة، فين النهاردة أنا فين. نعم. الصوت كان كما يقول الشيخ مصطفى اسماعيل، الصوت ضيف. نعم. يروح ويجي. نعم. النهارده صوتي، صوتي ما يجاوبش من فوق الطبقات العليا، بلاش، يبقى يبقى خلينا في الطبقه الوسطى. حلو. ونبدا منها. حلو. حلو. ونبدا، خلينا في الطبقه الوسطى، في جوابات بكره اقول مفيش، يعني لا نجازف. حلو. انا وانا قاعد اقرا احس نفسي ان انا هطلع جواب الى اعنان السماء اقوله. حلو. الا ترى انه وسائل الاعلام المصريه مقصره معكم، مقصره في دعم هؤلاء القراء؟ يعني سابقا كانت الاذاعه المصريه تدعم هؤلاء القراء، التلفزه المصريه تدعم هؤلاء القراء، رتم الحياه اصبح سريع. نعم. الريتم تغير. نعم. لأن على وسائل الإعلام ما في يعني تقصير وسائل الإعلام. نعم. بعد ما كان في صلاة الجمعة مثلا ينقل 45 دقيقة القارئ. أنا فاكر الشيخ مصطفى اسماعيل. نعم. والرعيل ده. نعم. بقت نص ساعة. نص ساعة. ليه؟
السرعه واخبار كتيره ومواد كثيره جدا عاوزين يعملوها. بعد كده بقت تلت ساعه، ساعات تبقى 10 دقائق. يعني انا بسمع قراء ليسوا في الاذاعه والتلفزيون جيدين جدا، عاوز من ياخذ بايديه. انا من ناحيتي بعمل ما استطيعه انه اقدم المواهب اللي انا ارى ان هي، وطبعا المواهب دي بتبقى عزيزه. يعني مثلا ام كلثوم مثلا لو شفنا في المطربين هتيجي كل كام سنه، يمكن بعد 500 سنه ولا بعد 100 سنه مصطفى. يعني برضو المواهب بتبقى الموهبه عزيزه مش كل واحد. طيب شيخنا عينة، اثناء ما تقرا وانت متاثر كثيرا بالمدرسه، بمدرسه الشيخ مصطفى اسماعيل، هل تاخذ تطعم التلاوه بيوصل للشيخ عبد الباسط المنشاوي كذا، ام خلاص يعني؟ لا انا لا اقلد احد دلوقتي، انا لا اقصد تقليد. لا ما انا روح كان الاستاذ عبد الوهاب يقول لي انت دلوقتي بقى فوطك، كان هو ألدغ، فوطك دليلك. حسب الصوت ما هو ماشي. وانا ابدع فيه، بيبقى ليا فيه مناطق ابداعيه بتاعتي انا. حلو. يعني يحضرني كلام عمار الشريعي. طلبني مره في اخر التسعينات وقال لي انت اسمك ايه؟ قلت له انا انت مين؟ انت تعرف؟ قلت له انت عمار الشريعه، عرفت صوته. قال لي يا سلام يا ابو ود، ودنك طبيعيه، سليقه طبيعه، سليقه سليمه. قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له احمد نعينه. قال لي لا والله ما انت. قلت له لا وانت بتهزر؟ قال لي لا، اول ما طلعت زمان في اول الثمانينات كنت انت بتقول من ابوك الخديوي. قلت له الخديوي مين؟ قال لي مصطفى اسماعيل، وكنت في دايره ابوك الخديوي. دلوقتي بقى لك دواير خارج هذه الدايره، دواير نفوذ متعدده، نفوذ بتاعك، ابداعات بتاعتك. وساعات في التلاوه الواحده اشتم ريحه ان انت دخلت عند ابوك بتزوره وتطلع بسرعه. أسئلة سريعة في الدقيقة الأخيرة، صوت القارئ ممكن يبقى معه إلى آخر العمر أم أنه يفقده؟ إذا استعمله استعمال صحيح. في تقديرك إلى أي عمر ممكن يبقى صوت مع القارئ؟ يبقى إلى الوفاة. حتى 60 70 70 80 يا سلام 90 يا سلام. الشيخ الشعشاعي، وعندنا مثلين، الشيخ الشعشاعي والشيخ مصطفى اسماعيل، ظلوا يقرأوا إلى آخر نفس. وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا سلام سلام. صدق الله العظيم. إذن دكتور أحمد نعينة، أشكرك في نهاية هذا اللقاء، لقاء جميل جدا. مشاهدينا الكرام، ألتقيكم في حلقة قادمة من برنامج مشاهير القراء. هذه الحلقة أتتكم من قلعة صلاح الدين من جامع محمد علي باشا بالعاصمة المصرية القاهرة. ألتقيكم في الحلقة القادمة، اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا قدير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. نحن نزلنا الذكر.